أما بالنسبة إلى وقوف من يصلي على كرسي في الصف، ليعلم أن الكرسي موجود في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ففي صحيح مسلم أنه جلس على كرسي يعلم أبا رافع الدين، فجلس صلى الله عليه وآله وسلم عليه. وعلي بن أبي طالب كما عند أبي داود جلس على كرسي وهو يتوضأ، لكن لا نعلم نصا في مساواة من يصلي على كرسي من هو معه في الصف، وهي من الأمور والقضايا المستجدة. وبالتالي فإن لو نظرنا إلى الأدلة الشرعية لوجدنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بمساواة الصفوف، وأتت النصوص بالمحاذاة بالأعناق، المحاذاة كما في حديث النعمان كان أحدنا كما عند البخاري يلزق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه، وعند أبي داود ويلزق ركبته بركبة صاحبه. فدل هذا على أن الشرع أمر بأن تكون المحاذاة بالأعناق وبالمناكب وبالركب وبالعقب، يعني بالكعب، فتكون هذه كلها تكون متساوية مع صاحبك. لكن من يصلي على الكرسي ماذا يصنع؟ الذي يظهر أنه يتساوى مع من يقف معه في الصف، يساوي من وقف معه في الصف بمقعدته، بمعنى أن تكون مقعدة هذا الجالس مساوية لجنب هذا المصلي. ولذلك نص الفقهاء على أنه يحاذيه بمقعدته، بمعنى مقعدة هذا الجالس تكون متساوية مع جنب الواقف. لكن هذا في حق من يجلس جلوسا من أول الصلاة إلى نهايتها كالمشلول والعاجز عجزا كاملا. لكن هناك بعض الناس يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، يركع وهو قائم، لكنه في بعض صلواته لابد أن يكون جالسا لا يتمكن، وربما لا يتمكن حتى من السجود أيضا. وبالتالي فإنه في مثل هذه الحال يعامل معاملة القائم كأنه قائم، لكن هنا ستكون أرجل وأقدام الكرسي في الخلف، بينما من يصلي باستمرار من أول صلاته إلى نهايتها قلنا إنه يحاذي صاحبه بمقعدته بقطع النظر عن أرجل الكراسي هل تكون متقدمة أم متأخرة. لكن من لا يجلس من أول الصلاة إلى نهايتها هنا يكون مثل القائم، فيحاذي بعقبه وبمنكبه صاحبه. فإذا جلس هنا ستكون أرجل الكرسي وأقدام الكرسي متأخرة، ويقع هنا إشكال عند بعض الناس وهو أنه سيؤذي من وراءه. وبالتالي فنحن نقول هذه الطريقة خلاصة، نقول إن كان يصلي من أول صلاته إلى نهايتها فيحاذي صاحبه بمقعدته بقطع النظر عن أرجل وأقدام هذا الكرسي. لكن إن كان يصلي قائما في بعض الأحيان ويركع وهو قائم مثلا ويكون له جلوس على الكرسي في بعض صلواته فيعامل معاملة القائم، لكن أرجل الكرسي ستكون متأخرة. لكن إن آذت من خلفه هنا فله أن يتقدم بأرجل الكرسي حتى لا يؤذي من خلفه، لأن التسامح في شيء من الصفوف إذا وجدت الحاجة مطلب. ولذلك في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والترمذي أن أنس رضي الله عنه قال كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا؟ الصلاة بين السواري، يعني بين الأعمدة، فكانوا يتقونها. وذلك حتى معاوية بن قرة عن أبيه قال كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها. والسبب في النهي عن الصلاة بين السواري لأنها كما قال العلماء تقطع الصفوف، لكن قالوا إن وجدت حاجة من ازدحام ونحوه فإنه يصلي بين الصفوف ولا حرج. كذلك إذا وجد الحرج هنا فإنه يتقدم ولا إشكال في ذلك، فالأمر مبني على السعة واليسر كما أصلنا. لكن وجد مشقة فالمشقة تجلب التيسير.